اهلا وسهلا البنات، اليوم غادي نهضروا على العصير ديال الكرافس والفوائد ديالو. كنحتاج ربطة تاع الكرافس بلديه يعني اورغانيك، كنقطعوها وكنغسلوها مزيان وكنعصروها في العصاره اللي كتعطينا غير الماء صافي ديالو. المهم كتاخذي ديك الماء 450 حتى 500 مللتر كل نهار، كتشربيها مع الصباح على الريق قبل ما تفطري لمده 7 ايام، كتجلسي 15 حتى 20 دقيقه عاد كتفطري فطورك العادي. بالنسبه للناس تعصري هذيك الساعه وتشربي هذيك الساعه، ما تقوليش غير نخليه في الثلاجه، لا. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذه الماكينه، بامكانك ديريه في المولينكس ديالك العاديه في الدار، كديري الكرافس من بعد ما غسلتيه ونشفتيه وكتضيفي عليه واحد الكاس ديال الماء مفلتري وكتطحنيه، كتطلقي عليه الطحانه كتخليه يطحن مزيان، ومن بعد كتصفيه في واحد التوب ديال الكوزينه اللي كتستعمل في الكوزينه وكتعصريه مزيان، كيعطيك نفس العصير بحال اللي عطاتك الماكينه الاولى بحال هذا. هاد العصير سبحان الله العظيم ما تخافيش منه، تقولي غنبقى غدا جايه الطواليت، سبحان الله حاشاكم، سبحان الله العظيم هاد العصير كيدخل الجسم وما تيخرجش منها. انا متاكده انكم غادي تستعملوه كيف انا استعملته وما قدرتش نوقفه، حتى نتوما ما غتقدروش توقفوه. دابا اليوم شهر ويومين وكاع جيراني والناس اللي خدامين معايا والناس اللي كنعرف استعملوه وما قدروش يوقفوه، كيعطيك واحد الراحه، كتحسي بواحد التغيير في التفكير ديالك، كتفوكسي مزيان، يعني سبحان الله العظيم هاد العصير هاد الكرافس راه غني بزاف الفيتامينات وبزاف الاملاح المعدنيه اللي كتساعدك على حياتك اليوميه. وواحد القضيه اللي انا فرحت ليها بزاف هو ان في خلال اسبوع كتقدري يطيح لك الوزن من 3 حتى 4 كيلو في الاسبوع، كيطيح لك وكتحسي بالبشره ديالك، كتلاقي مع الناس يقول لك يا بشرتك ولات صافيه، عينيك ولاو صافيين، حتى شعرك كديري فيه يدك كتحسيه ولا رطب. وحاجه اخرى هو كيحيد لك الستريس اليومي، يعني سبحان الله العظيم الناس اللي عندهم الاكتئاب عليكم بهذا العصير السحري، راه واعر. والناس اللي عندهم الطونسيون كيطيح الطونسيون بطريقه ما كتصورش على البال، وكيطيح الكوليسترول، غير نتوما خصكم تردوا البال الطونسيون اللي يطيح لكم ثاني اكثر من القياس. هو اصلا يعني كيليق حتى لاباري ديجيستيف، كيروبيريها من جديد. كنتمنى انه يعجبكم، وما تنسوش ديروا لايك وتسبسكرايب. نخليكم على خير هذه الساعه، الله يعاونكم.